معانا في فيديو جديد، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة أول حلقة في دورة تعلم أساسيات الكمبيوتر من الصفر للمبتدئين حتى الاحتراف. طبعا الكلام ده للمبتدئ اللي هو ما يعرفش أي حاجة عن الكمبيوتر نهائيا. هتستفاد من الحلقة دي إن شاء الله، وما تبخلش علينا بلايك واشتراك في القناة. يلا بينا نبدأ. أول حاجة يعني إيه كمبيوتر؟ يعني إيه كمبيوتر؟ والكمبيوتر بيتكون من إيه؟ طبعا الكمبيوتر بيتكون من هاردوير وسوفتوير. طبعا هاردوير اللي هو اللي قدامنا ده حاليا، اللي هي اسمها البوردة. البوردة دي بتبقى شاملة مروحة، بروسيسور، رامات، مكونات اللي بتشغل الكيسة، مكونات داخل الكيسة. السوفتوير طبعا قدامنا، السوفت وير هو النظام وهو السيستم، هو الموجود بتسطب عليه البرامج، الالعاب، اي برامج، متصفح، كل الحاجات اللي زي اللي قدامنا في الصورة دي كده، ده اسمه سوفت وير اللي هو النظام. ننتقل للحاجة اللي بعد كده، مكونات الكمبيوتر. ايه هي مكونات الكمبيوتر؟ طبعا كلنا عارفينها، وهي عبارة عن شاشة، كيبورد، ماوس، وكيسة. طبعا الشاشة في منها ماركات وانواع، والكيبورد نفس الكلام، والماوس برضو في منه ماركات وانواع، والكيسة طبعا في منها انواع كتير وماركات كتير زي هنشوفها دلوقتي في الصفحة اللي جاية. ديل، وفي غير الديل في الاتش بي، في كذا نوع. طبعا ديل معروفة امريكي، هو الاتش بي. وطبعا افضل نوع من الكيسة موجود حاليا في السوق هو ديل والاتش بي، اعلى نوعين موجودين في السوق. نيجي للحاجة اللي بعد كده، وهي مكونات الكيسة. مكونات ايه هي مكونات الكيسة؟ طبعا الكيسة داخل الكيسة بتحط بيبقى موجود فيها الهاردوير، ولسه شارحين اللي هي الهاردوير اللي قدامكم ده دلوقتي، اللي هو البوردة، واللي احنا قلنا فيها في الصفحة اللي قبل كده ان هي شاملة الرامات وشاملة المروحة والبروسيسور والمكونات اللي هي بتشغل البوردة كلها. ونيجي للهارد ديسك. الهارد ديسك اللي هو القرص الصلب. القرص الصلب ده اللي بيتم تخزين عليه كل المعلومات اللي بتبع الجهاز، زي البرامج والالعاب، ملفات بي دي اف، اي شغل او اي حاجة انت بتسجلها على الكمبيوتر بتبقى موجودة القرص الصلب اللي هي الهارد ديسك. نيجي لوظيفة السي دروم. السي دروم طبعا اللي هو الدي في دي اللي قدامنا، اللي هو الخاص بالاسطوانة، اللي هي السي دروم، السي دي. يعني لما تكون عايز مثلا تنزل حاجة على الكمبيوتر، او تنسخ اسطوانة ويندوز، او تنزل حاجة من الكمبيوتر من الاسطوانة للكمبيوتر، ده وظيفة الدي في دي، نسخ الويندوز او نسخ اي حاجة او اي فيلم او اي صور على السي من الكمبيوتر للسي دي، او تحملهم من السي دي للكمبيوتر. وطبعا دي هتبقى نهايتنا النهاردة في الحلقة الاولى. احنا قلنا نعرف الناس بس في الاول ايه الحاجات وايه المكونات عشان نبقى فاهمين في اللي جاي ان شاء الله. ما تنساش تشترك طبعا في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد احنا بنعمله. وشكرا لك على المتابعة.